قدمت وزارة الداخلية صباح اليوم توضيحات عن إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المغرب ابتداء من اليوم عند الساعة 6 مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. نتابع توضيحات السيد بلوى العروسي العامل من مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية المغربية. مطلوب من جميع المواطنين وكما جميع العلماء والمختصين الصحيين كيوصف ذلك هو الالتزام بمنازلهم لتفادي نقل الفيروس الخطير. انطلاقا من هذا اليوم السلطات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة باش تنفذ هذا القرار ديال حالة الطوارئ، ومن بين هذه الإجراءات أنها غتسهر على منع التنقلات الغير الضرورية والسماح فقط للتنقلات اللي لازم أنهم يقوموا بها المواطنين، سواء من أجل ضمان السير العادي للاقتصاد الوطني وأيضا للإدارات العمومية الضرورية والمصالح الجماعية الضرورية، وفي نفس الوقت السماح أيضا للمواطنين من أجل قضاء بعض المآرب الشخصية الضرورية والملحة والمستعجلة التي لا يمكن لها الانتظار زعما إلى 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 غاية إلى إلى فترة زمنية لاحقة. في هذا الإطار فانطلاقا من هذا اليوم سيكون جميع المواطنون مدعوون للإدلاء ببطاقة تسمى شهادة رخصة المرور أو رخصة يتم استعمالها من طرف المواطنين، ويدلون بها الأعوال المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات، وهذه الشهادة ستوزع على جميع المنازل في المملكة المغربية انطلاقا من صباحة يوم الجمعة 20 مارس 2020 من طرف أعوان السلطة وأيضا السادة رجال السلطة وزارة الداخلية. اتخذت جميع الإجراءات باش أن هذه العملية تتم بسلاسة وفي الأجل المحدد. الشهادة التي ستوزع شهادة فارغة على أساس أن يتولى رب البيت أو الزوجة أو جميع البالغون المتواجدون تحت سقف واحد تعبئتها من خلال إشارة إلى العمل الذي يجب التوجه إليه أو إلقاء الحاجة التي ينوون قضاءها أو الحاجة المستعجلة. أؤكد مرة أخرى أنه يتعلق الأمر فقط بالحالات والحاجات المستعجلة، لأن الهدف الأساسي هو البقاء في المنازل والمكوث في المنازل. فستعبأ من طرف هؤلاء المواطنين، وأثناء الخروج ديالهم من المنازل ديالهم والتوجه لأماكن العمل ديالهم أو لأماكن قضاء أو التبضع أو قضاء الحاجات الملحة الأخرى، آنذاك سيتم مراقبتهم من طرف الدوريات التي ستنتشر في شوارع المملكة وفي الأزقة، وسيتم التأكد من أن المواطنين لديهم فعلا حجة قوية من أجل الخروج من المنازل، وسيتم توقيعها آنذاك من طرف عون السلطة المختص. بالنسبة لأرباب العمل فالمطلوب منهم أنهم يوضعوا الشهادات من خلالها كيشهدوا بان الموظفين ديالهم او لا، يتعلق الامر في حقيقه الامر بالشركات وايضا الادارات، وهذا القرار يسري على جميع الموظفين وعلى جميع المستخدمين. فجميع الموظفين المستخدمين كيتوجب عليهم انهم يحصلوا من الادارات من المشغلين ديالهم على 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 شهاده يثبت من خلالها المشغل بانه هذا السيد هذا ضروري انه يخرج من المنزل ويجي للعمل ديالو. اؤكد مره اخرى بانه كما قالت السلطات العمومية أكثر من مرة بأن هذه ليست فترة عطلة، أن هذه فترة خاصة، فترة طوارئ كما تسمت. فبالتالي فإن المواطن خاصهم يحاولوا ما أمكن أنهم يقلوا من الخروج ديالهم، ولذلك فإذا كان أي خروج لزيارة عائلية غير ضرورية فكننصحوا وبإلحاح بأنه ما تمش، ولكن إذا كانت هذه الزيارة ضرورية ومليحة
من أجل مثلا الوقوف إلى جانب مريض يحتضر أو تقديم مساعدة لإنسان في خطر أو لإنسان يحتاج إلى مساعدة مستعجلة، فيمكن استثناء السماح لهم بالخروج، وذلك بعد من طرف اللجنة المراقبة التي ستنتشر في الشوارع كما قلت.